وعلى هامش هذا المعرض نلتقي مع الأستاذ أحمد أبو العسل، مدير الإنتاج في شركة MSI، في المشاركة في معرض GTX 2010 السعودية. بداية أرحب بك على شاشة قناة الدانا، لو تحدثنا عن مشاركتكم في هذا المعرض. أهلا وسهلا أول شيء بقناة الدانا. زي ما أنتم عارفين، معرض GTX السعودية من أكبر المعارض بالشرق الأوسط اللي بتصير كل سنة، معرض مهم لمشاركة الناس بالتكنولوجيا الحديثة. MSI شركة عالمية منتجة، شركة تايوانية تصنع قطع الكمبيوتر من سنة 1985. كل سنة بنشارك في معرض GTX لنجلب أحدث تكنولوجيا موجودة حول العالم. السنة كان هدف تركيزنا وأكثر المنتجات اللي شاركنا فيها عبارة عن أول جهاز كمبيوتر الكل في واحد ثلاثي الأبعاد، اسمح لك تشاهد الفيديو ثلاثي الأبعاد كأنه واقع جدا، تمام. وبرضه مشاركين بجهاز اللي احنا شايفينه هنا بإيدي اللي هو السليت بوك، جهاز كمبيوتر كامل وزنه 350 جرام، يوفر لك مواصفات عالية، اتصال بالإنترنت عن طريق الجيل الثالث وايرلس، سعته عالية جدا فوق 128 جيجا بايت، جهاز يوفر تكنولوجيا عالية. برضو احنا مشاركين بأجهزتنا اللمس، توفر لك تعلم للأطفال، للكبار بالعمر سهولة بالاستخدام. برضو زي ما احنا مشاركين بأجهزتنا العادية اللي هي اللابتوب، النيت بوك، ديسكتوب، ماذر بورد، VGA، تشكيلة كاملة. احنا من اكبر 3 مصنعين بالعالم بالماذر بورد واكبر مصنع بالعالم للVGA، فمتوفر عندنا التكنولوجيا زي ما نقول قبل غيرنا، فحبينا نجيبها للسعودية عشان المواطن السعودي يجرب الجودة الحقيقية اللي بنوفرها بسعرها الحقيقي. كيف رأيتم المعرض؟ كيف رأيتم الإقبال على المعرض؟ والله المعرض هاي السنة زي ما احنا ملاحظين التنظيم تبعه متغير قليلا من حيث دمج منطقة البيع مع منطقة العرض، وفرت ازدحام أكثر والناس انها تشاهد التكنولوجيا بتقدر تشتريها بشكل مباشر. الحمد لله في إقبال، وبشكل خاص على قسم MSI في معرض GTX في إقبال شديد، لأنه الناس حابة تجرب تقنية ثلاثية الأبعاد، لأنه شيء مميز جدا انك انت تقدر تشوف الإنسان قبالك لما إحنا نعمل أي فيديو كول أو نحضر فيديو. شيء مميز إنه أنا أحكي مع أهلي عن طريق الكام وأشوف أهلي أمامي زي الأفلام اللي كنا نشوفها قبل 10 سنين. MSI حققت الخيال وجلبت التكنولوجيا لحد الحاضر. بالنسبة لكم كشركة MSI، ما هي مشاركتكم المستقبلية؟ مشاركتنا المستقبلية إحنا كل سنة نشارك في GTX وكل سنة نجلب أحدث تكنولوجيا موجودة، لا نجلب فقط الأجهزة للبيع فقط، لا، منجيب أو نحضر أي تكنولوجيا موجودة شاركنا فيها في معارض عالمية، مثل معرض سيبت في ألمانيا، معرض لوس أنجلوس. أي أجهزة نشارك فيها وتكنولوجيا حديثة نجلبها لمنطقة الشرق الأوسط قبل أي شركة تانية، عشان نسمح للناس تشوف وتجرب التكنولوجيا الجديدة بدون ما تسافر أو تشوفها فقط على التلفزيون. سؤال آخر، سؤال لدي، كم عدد فروعكم أنتم؟ هل لكم فروع داخل المملكة أو خارج المملكة؟ وكم عدد فروعكم؟ إحنا شركة عالمية لنا 36 فرع حول العالم كمكاتب تمثيل، ونبيع في أكثر من 110 دول. مكتب الإقليمي للشرق الأوسط شمال أفريقيا هو موجود في الرياض، بوفر الدعم والبيع وخدمة الصيانة والتكنولوجيا. أستاذ أحمد أبو العسل، مدير الإنتاج شركة MSI، شكرا جزيلا. شرفنا جدا، شكرا لقناة.